قول الكفار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قول فيها من أنه سحر وقد غلب على عقله وخدع، فكيف تقبلون قوله؟ قول آخر: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني صاحب رئة يأكل مثل ما تأكلون ويشرب مثل ما تشربون وليس بملك. ولذلك قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.